في مستجد جديد انه لا مصلحة لا لحماس ولا لإسرائيل بإنهاء الحرب بهذه اللحظة. أول شيء حماس بعد هذه العملية الكبيرة اللي قامت فيها ب 7 أكتوبر المفروض تقدر تكيشها، بمعنى أن تصرف ما قامت به على في الساحة الداخلية. لا، صارت بالعكس، أصبحت حماس خارج إطار العملية السياسية الفلسطينية. يعني هذا مطلب أساسي لإسرائيل وأمريكا، أن تخرج حماس خارج إطار هذه العملية. من ميلة تانية، نتنياهو شو عمل؟ نتنياهو دمر فلسطين، دمر غزة، وبعده الحمساوي عم يضرب عليه صواريخ. يعني لم يحقق حق نصرا كبيرا يقدر من خلاله أن يعود بانتخابات قادمة رئيسا للحكومة. اثنيناتهم بدهم يوسعوا الحرب بالمنطقة، اثنيناتهم لهم مصلحة يوسعوا هذه الحرب لسببين، لأنه بتطلع الشغلة من عندهم، ما بقى مسؤوليتهم المباشرة، بتصير مسؤولية الدول العظمى. عظيم، يعني على مروحة مواجهة أوسع بالمنطقة. هيك هني مطلوب، هني بدهم هيك. رح خبرك شغلة تانية، شوفي حماس مين عم تطلب ضمانة. كانت حماس عم بتقول بالبداية انه بدها، عندها مشكلتين، وقف اطلاق النار وعندها مشكله المعابر. وقف اطلاق نار، وقف اطلاق نار ان ياتي الدور انه بعد ما نخلص اول مرحله، المرحله الثانيه ان يصبح وقفا اطلاق النار وقفا مستدام. صح، الرابط بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه مين حكي فيه؟ الرئيس بايدن. انه نحن، انا اؤكد لكم بمعنى او باخر انه بعد هذه المرحله انه حيروح على تفاوض اكبر، اؤكد بالكلام. طلبوا ضمانات، ضمانه مكتوبه من الولايات المتحده الامريكيه وليس من قطر. قاموا قالوا لهم الولايات المتحدة نحن ما بنعطيكم ضمانة. طلبوا من المصري والروسي أن يكتبوا هذه الضمانة. يعني عم بعطيك معلومة، كتبوا طلبوا من المصري أساسا والروسي لاحقا أن يكتب هذه الضمانة. شو الطلب الثاني اللي بده إياه؟ الطلب الثاني بده إياه، بده أن تكون المعابر تحت سيطرته. هذا ليش؟ ليؤكد أكثر وأكثر أنه هو الطرف المفاوض على الطاولة، مش حدا ثاني. وإلا من دون المعابر شو له دور؟ أصبح شرطي بالداخل. مشان هيك حماس عندها القدرة ومستمرة انه بالحرب لتحقق مطالب، لانه هي عملت عمل كبير جدا ما وصلت فيه لمحل. لازم تظهر الاسرة، لازم ترجع تعيد الاعمار، هاي المطالب محقة، وبالتالي ما حيعطوا اياهم لانه قرارهم الاستراتيجي بشطب حماس. طيب من المعادلة، بس بعد حماس قادرة انه تطول الحرب؟ يعني شفنا القطاع مدمر، شفنا عدد الشهداء، شفنا ما بقول الجوع والمي انا سمعت من مسؤول فلسطيني كلام هلا من بعد ما بلشت حرب رفح انه نحن مستعدين بعد نقعد سنه. أيف. ما بعرف شو عندهم، بس واضح انه هن ما على البعض بيقولوا انه كمقاومه بعد جاهزه وبعدهم تحت الارض بس قادرين. بس انا بدي لك شغله، هن الخوف بعد الحرب شو؟ هن الخوف بعد الحرب لما يطلعوا من تحت اليوم التالي من تحت الارض، لما يطلعوا تحت الارض حيقولوا لهم العالم تعالوا هون شو؟ مين بده يعمر؟ مشان هيك بدهم يعملوا حل شامل. مين بده يعطينا مصاري؟ مين اكل ما عندهم، شرب ما عندهم، مي، يعني ابسط امور الحياه ومستلزماتها لم تعد موجوده. اللي حكيت هلا خطه بايدن جايه فيها موضوع اعاده الاعمار. حيث. بس كمان بمرحله لاحقه، وكمان اكثر من هيك، هن مقسمين فلسطين، هن هلا معلقين على معبر نسارين، على هذا الشارع اللي بيقطع او الحد الفاصل بين وادي غزه وبين شمال غزه. هذا الشارع هذا او المعبر او الوادي هذا بدهم يقف اليوم الثالث. هاي التعديلات البسيطه تسبب مشاكل عند الاسرائيلي، بس هيدا حق، لانه والا انت حتضلك مقسم غزه، يعني مقسمها وحاضر لاي تدخل عسكري جديد. بدهم يفككوا لحتى يثبتوا وقف اطلاق النار ويروحوا على اطلاق الاسرى، الاسرى الكبير. وكمان مصرين حماس ان لا يضع الاسرائيلي فيتو على اي اسم من المرشحين للاطلاق، وخاصه اصحاب الاحكام محكوميه العاليه. طيب حكيتني عن اعمار غزه، ماذا عن اعمار بيروت جنوب؟ اعمار الجنوب صراحه هو هم كبير عند حزب الله، هم كبير عند حزب الله، يمكن لانه هن بالنهايه هن من كانوا المتسببين بطريقه او باخرى فيه. وبنفس الوقت هو هم عند كل اللبنانيين، لانه بالنهايه الجنوب هو جنوب لبنان، جنوب كل لبنان. وشفنا كيف قاموا قيمتهم القوات لما الحكومه اقرت. اخر شيء الحكومه معها مصاري يعني تعمر؟ لا، يعني هي المشكله بحد ذاتها، منين بدهم يجيبوا التمويل؟ كله تمويل على حزب الله ان يسعى من خلال جهوده وعلاقاته وتسوياته أن يؤمن جزء كبير من هالمبلغ، وهذا المبلغ أصبح مليار ونص دولار. جهوده وعلاقاته شيء، بس تسويته يعني جهوده وعلاقاته مع مين؟ يعني اليوم مع إيران؟ في إيران هي أساس حليف له. في عندي مين قادر شيء. مين قادر يجيب حزب؟ عنده أصدقاء، إذن هو عنده منظومة تجارية كبيرة بيقدر يأمن مصاري. أنا ما عم أقول إنه هي مسؤولية قادر يرجع يعمر هذا الجنوب. هو هن قالوا قادرين، أنا حسب المعلومات اللي جتني إنه هن المصاري إعمار الجنوب حاضرة. أنا هيك سمعت. هلا إذا منا حاضرة خلينا نقعد نحن ونروح على تسوية بالمنطقة ونشوف هالعربي كيف يساعدنا ونروح على حل هالأزمة، لأنه هاي الأزمة كمان أزمة كبيرة. يعني أهل الجنوب حاربوا
ودافعوا عن جنوبهم وناصروا غزة أكثر من مناسبة. واليوم هالمناسبة الأخيرة كانت مناسبة يعني أتعبتهم كثير وأذتهم كثير بمناطقهم بزرعهم بحياتهم بكل شيء، وبالتالي علينا بسرعة أن نستنهض هذا الحس عند كل الكتل السياسية اللبنانية وخاصة عن حزب الله لأنه المسؤول الأول، بسرعة إلى أن يجتهد في سبيل تأمين هذا المبلغ.